اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايمه. سفرتي النهارده سفره صعبه شويه، الناس بتستصعب تعملها علشان فيها خطوات كتير، مع انها تسويتها كلها في الفرن. فيها رز مدخن حلو قوي وبيبقى فيه كذا لون، ما بيبقاش لونه بالكاري وشويه ابيض وشويه اصفر، مش بنلونه. ليه تركايه بسيطه قوي، بيطلع بطعم الفراخ وبيطلع حلو قوي، وشويه وشويه كده بنلاقيه شويه لونهم اصفر وشويه لونهم ابيض زي الرز اليمني. الوصفه دي شبيهه جدا للمندي اليمني، عملنا قبل كده المندي مع بعض وشفنا عملناه ازاي، وكان وصفه حلوه قوي. ناس كتير قالت لي ان هي وصفه كامله وعجبتهم قوي لما جربوها وكانت سهله معاهم. النهارده بقى عايزين نعمل الدجاج المشوي المدخن اللي هو بيبقى طعمه فيه طعم مدخن كده. في ناس بتعمل الدجاج المدخن ده لوحده خالص زي البانيه كده، وتلفه رول وتعمله مدخن وتعمله بالخيط، وبعدين تقطعه ترنشات كده زي الروستو مثلا او زي العرق الفليتو. النهارده انا عايزه اعمله بطريقه المندي، ميكس كده ان الفراخ تنزل لي التتبيله بتاعتها على الرز اللي تحتيها، وكمان احط فحم في الاخر يديها ريحه الفحم فتديني ريحه الشوي، فتبقى وجبه كامله. رز واخد طعم الفراخ، ومرقه حلوه سخنه فيها اللي هسقي بيها الرز فتديني طعم الفراخ اللي انا حطاها فوقيها. واشوف ازاي نتعلم مع بعض نعمل طريقه الفراخ المدخنه بلون حلو قوي من غير ما ندخل فيها اي الوان. يلا بينا نقول المقادير مع بعض. عندي للدجاج المشوي مدخن مع الرز، عندي اول حاجه الدجاج، عندي دجاجتين، كل دجاجه هتبقى هقطعها اربع قطع. عندي ربع كوب زيت، عندي نص كوب لبن. التتبيله بتاعتي عباره عن نص كوب لبن، ممكن يبقى رايب وممكن يبقى لبن عادي، بس يستحسن يبقى لبن تقيل احسن، ممكن زبادي حاجه بس تطري معانا التتبيله. عندي فلفل اسود، كركم، جنزبيل، حبهان، كمون، فلفل احمر حار، سبع بهارات، ملح، ثوم بودره، عصير نص ليمونه. الرز بتاعي اللي هو الطبقه اللي تحت من الوصفه دي، اربعة كوب رز بسمتي منقوع كويس قوي، يتنقع مثلا ساعه، ينزل كل النشويات اللي فيه، وبعدين يتصفى كويس جدا، مش مغسول بس منقوع. زيت 8 كواب مرق الدجاج. بعدين عندي عشان اطلع بقى ريحه الشوي محتاجه فحم، محتاجه ورق فويل، مهم جدا في الوصفه دي. هزين كل ده بلوز وزبيب محمص. هسلق مرقه الدجاج، مش هاخدها بقى مكعبات، عايزه اسلق عشان اديها طعم الفراخ الحقيقي، فكاني بسلق فراخ عادي جدا، بس انا مش هسلق كل كميه الفراخ، هاخد قطعه واحده اعمل بيها المرقه اللي هسقي بيها الشوربه، لسقي بيها الرز. عندي 8 اكواب ميه، احط فيهم قطعتين من الدجاج بتوعي من الفرختين، قرفه، ورق لورا، بصله، طماطم، قرنفل، مستكه، ثوم، كرفس، ملح، فلفل. اول حاجه هنعملها، عندي مقادير السلق. ابتدي اول حاجه هتاخد وقت معانا هي مقادير السلق. هحط ميه مغليه، وقلنا معيار لكل كوبايه رز كوبايتين ميه، البسمتي دايما بياخد الضعف، فكده عندي 8 اكواب. المقادير اللي انت متعوده ان انت تسلقي بيها الفراخ بتاعتك اسلقي بيها، يعني دي عباره عن بس سلق فراخ اخد بيها حاجه اسقي بيها الرز بتاعي. عندي الكرفس الفريش ده بيبقى تحفه في السلق، بيدي ريحه وطعم حلو قوي، كل لما تخلي الشوربه دي غنيه ومبهره حلو، كل لما تلاقوا ريحه الرز ده حلو جدا. طماطم، قرنفل، ورق لورا، فلفل اسود، رشه بسيطه حسب انتوا بتحبوا قد ايه، قرفه، واللي مش بيحب القرفه في الرز يشيلها. عندي مستكه، ثوم فريش من غير ما يتفرم، رشه ملح بسيطه، ممكن ازود شويه ملح تاني عشان مش هضيف على الرز ملح خالص، هضيف الشوربه مبهره بكل حاجه فيها. قبل لما اتبل الفراخ وابتدي اشتغل عليها، عندي دلوقتي هاخد الدبوسين او الجناحين، اي حاجه صغيره جدا اخد منها بس المرقه اللي هسقي بيها الرز، عشان مش حابه ان انا احط مرقه جاهزه، يعني في الوصفة دي أنا حابة كل حاجة تبقى طعمها أساسي كده وتحسوا بعمق الطعم بتاعها.
كل لما بنخلي الحاجه طبيعيه مش صناعيه، ما فيهاش لون صناعي، ما فيهاش مرقه صناعيه، كل لما بيبقى طعمها احلى بكتير. والوصفه دي وصفه بتاعت عزومات، وصفه بتاع غدا حلو كده تقيل، بتتعمل مع سلطه خضراء حلوه، فهي وصفه جميله. فمش عايزه احط حاجه واحده بس، اكسل ان انا اسلق جزء من الفرخه. او لو عندك شوربه جاهزه اصلا كانت متبقيه عندك من حاجه بتعمليها قبليها بليله، مفيش مشكله ان انت تسخنيها وتستخدميها على الرز عادي جدا. الوصفه دي الحلو فيها ان مش بتحتاجي ان انت تعملي الفراخ لوحدها في الفرن والرز على النار وتبتدي تحطي ده على ده زي اي وصفه بنعملها. احلى حاجه فيها ان هي طبقات فوق بعض زي الكيك كده بالظبط. احنا كده اول خطوه عملناها ان احنا بنسلق جزء من الفراخ بتاعتنا اللي هي هتكون الطبقه اللي فوق من الفراخ المدخنه بتاعتنا اللي بتطاجن الرز الملون الجميل اللي من غير اي الوان. هرجع بعد الفاصل ده على طول تكون ابتدت تغلي، وانا اصلا عندي نسخه مجهزاها، وهنبتدي نشوف هنعمل الطبقات ازاي بعد الفاصل ده على طول، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، ويلا نكمل وصفتنا الجميلة. عندي دلوقتي لبن، يا لبن عادي كامل الدسم. طبعا في الوصفات اللي زي دي مش مستحبة قوي الحاجات الخالية خالي الدسم، لانه في الاخر احنا عاملين حاجة فيها فراخ منزلة دهون، وفي رز كمان واخد زيت، وفي تتبيلة واخدة زيت، في حاجات كتير فيها دهون، فيا ريت يبقى عادي كله كامل الدسم. عندي فلفل اسود، عندي توم بودرة، حط البهارات بتاعتي كلها، الجنزبيل، وعندي الكركم والفلفل الاسود والملح. يا ريت لو المقادير بتاعت التتبيله تنزل لنا تاني على الشاشه واحنا شغالين كده، والزيت والليمون وقرون الفلفل اللي هي المجففه دي، بتبقى حلوه قوي بتبهر معانا الرز وبتبهر الفراخ حلوه جدا جدا. ليمون عشان اي زفاره. ومقادير التتبيله هي على الشاشه عشان اللي محضرش الحلقه من الاول. هقلب كل ده كويس قوي كده، تتبيله بسيطه قوي، بهاراتها موجوده عندنا كلنا. لو ما عندكيش الشطه المجففه عادي جدا ممكن ترشي رشه شطه بسيطه او بابريكا او فلفل حلو، مفيش مشكله ينفع تستبدلين. المهم ان انت تتبلي بلبن او بزبادي او بلبن رايب. هناخد دلوقتي الفراخ بتاعتنا كده، نفتح فتحات صغيره جدا كده. ليه بنعمل كده؟ علشان التتبيله تدخل جوه الفراخ، تدخل كويس ويبقى طعمها كله واخد وشارب التتبيله بتاعتنا. حط كده، طبعا في الوصفه دي الفراخ الكبيره عادي ممكن، والصغيره يعني انا بحب الصغيره في الفرن، بس برضو دي بتستوي عادي، ممكن عادي الكبيره تمشي برضو مفيش مشكله. في وصفات بحب اقول لكم لو شوي انه استخدموا الفراخ الصغيره، بس دي لا عادي. هعمل كده، انا مستخدمه في النسخه بتاعتي فرختين، وهنا عملت فرخه واحده واخدت منها الدبابيس بسلق بيها الحاجه اللي انا اللي هحطها التسقيه بتاعت الرز بتاعي. مستخدمه المرقه، مش مستخدمه مرقه جاهزه. كده انا بتبل الفراخ، التتبيله دي بقى المفروض تقعد قد ايه؟ هي دي بقى الحاجات اللي بتخلي وصفة زي دي تطلع مش حلوة، ان دي تتبيلة خفيفة جدا وباللبن، يعني حاجة سايلة جدا، مش تتبيلة تقيلة فيها بصل مفروم، طماطم مفرومة، ثوم مفروم، مفيهاش اي حاجة خضار يروح منكه معايا الفراخ على طول. دي تتبيلة على الاقل محتاجة تقعد ساعتين في التلاجة متغطية وقاعدة بتشرب بقى في التتبيلة، والفراخ بتهدى والانسجة بتاعتها بتهدى وبتشربها وبتترى وبتترطب. لازم بقى الخطوه دي ان احنا نسيبها في التتبيله، دي من اهم الخطوات لنجاح وصفه زي دي. طبعا لو عايزه الطعم يبقى احلى حاجه تعمليها قبليها بليله وتسيبيها، والتاني يوم يبقى بس ناقص لك ان انت
لو كمان عندك الشوربه تاني يوم يبقى عندك، بس انت تحطي الطبقات فوق بعض بعد الشغل، يبقى ناقصك دخليها الفرن لحد بقى لما توضبي البيت تبقى عندك وصفه كامله جاهزه. عندي دلوقتي الفراخ اهو عملتها، هعمل ايه بقى؟ ابتدي اسخن الرز بتاعي على 200، ابتدي اسخن الفرن بتاعي اسفه على 200، احضر الفرن ان ادخل فيه الطاجن ده، وانزل الرز بتاعي كده في صينيه فرن تكون غويطه عشان تستحمل الطبقات اللي هنعملها دلوقتي مع بعض. عندي الرز ده هديله كده شوية زيت، مش عايزة احط سمنة ولا زبدة، انا هخليه يعمل التسوية بتاعته كلها بالزيت. وعندي هنا حلة اللي فيها انا بسلق الفراخ دي بعد التسوية، بعد ما اتسلقت وخلاص بهرت لي وشلت الريمة بتاعتها، للناس اللي اول مرة تسلق كل شوية بتيجي كده تاخدي من الشوربه الريمه اللي بتطلعها الفراخ من الجنب، بتنضفي الشوربه بتاعتك كل شويه، بالذات شوربه الفراخ بتطلع اكتر من اللحمه لحد لما تبقى معاكي بالمنظر اللي عندي ده. يا ريت الكاميرا كده تجيب لنا الفرق، لحد ما تبقى معاكي كده صافيه خالص وميتها جميله وفاتحه. اول لما توصل لكده يبقى هي خلاص نظيفه وجاهزه ان انت تستخدميها. وطبعا لازم تتاكدي ان الفراخ نفسها استوت عشان تبقى نزلت لك كل المية اللي فيها. تبقى عندي الشوربة سخنة كده وبنزل على الرز بتاعي بمقدار الشوربة كله، أغرقه كده بيها، مش هنبهر تاني مش احنا حطينا كل البهارات جوه الفراخ، وحطينا بهارات السلق نفسها اللي هتنزل تسقي الشوربة بتاعت الرز وهتديله طعم لوحده من المرقة بتاعت الفراخ الجاهزة اللي احنا عملناها مع بعض، جهزناها كشوربة عادية كأنك بتسلقي شوربة عادية جدا، بس مش لازم تسلقي الفرخة كلها. وقلنا لكل كوبايتين رز بسمتي، لكل كوباية كوبايتين مية، يعني عندك كوباية رز بسمتي قدامها كوبايتين. انا كنت عاملة 4 اكواب رز بسمتي منقوع ومغسول ومتصفي كويس جدا، استخدمت كام كوباية؟ 8 كوبايات مية. عود القرفة دخله بقى، دخله هو وبصلة كده يدوني طعم حلو في الفرن بتاعي، والكرفس الفريش ده حلو برضو يبهر لي كده الرز. وبكده اكون خلصت خطوة الرز، بقلبه كويس قوي في الشوربة بتاعة الفراخ، بقلبه كويس قوي كده، ولازم المية تكون مية الشوربة ما تكونش ساقعة، يعني ما تطلعهاش من التلاجة وتروح حطها عليها على طول، لازم تكون سخنة. ودلوقتي هعمل ايه؟ ايه طريقة تسوية الفراخ المدخنة بالرز ده؟ يبقى عندي ورق فويل كده، بعمل 3 4 طبقات، ما ينفعش طبقة واحدة وما ينفعش طبقتين. ليه؟ علشان انا بستخدم كأني بعمل حلة ضغط بس بالفويل، بستخدم الطبقة اللي فوق دي للفراخ، دي اللي هتسوي الفراخ، فلو الطبقة بتاعت الفويل خفيفة الفراخ ممكن تسقط تحت، وانا عايزاها تكمل التسوية كلها هي فوق وبتنزل لي مية على الرز تحت بتلونه معايا وبتبهره بالبهارات بتاعتها. الفراخ قلنا هنقعدها من ساعة لساعتين في الفريزر او في التلاجة، يستحسن تبقى في التلاجة بلاش الفريزر عشان تمسك فيها التتبيلة، لو مستعجلين ان التتبيلة تمسك يبقى الفريزر ويبقى وقتها اقل. بنعمل زي ما انا بعمل كده طبقة سميكة جدا من الفويل، ببتدي اقفلها بايدي كده كأنكم بتعملوا غطا حلة او شبكة. يبقى عندي الرز تحت واخد الشوربة بتاعت الفراخ اللي سلقناها، وعندي هنا بقفل الفويل داير ما يدور كده كويس جدا. وبعدين بعمل ايه؟ بجيب بقى خلة او شوكة او اي حاجة وابتدي اخرم الفويل بتاعي كده. ليه بخرمه؟ علشان الفراخ اللي احطها فوق الفويل ده هتنزل لي التتبيلة بتاعتها على الرز، لما تنزل لي التتبيلة بتاعتها على الرز
اللي هيحصل ان الرز هياخد طعم التتبيله وهيبقى شويه وشويه، حبه وحبه كده، هنلاقي شويه منه اصفر وشويه منه ابيض، وهنلاقي الطعم كله طعم وجبه فراخ جميله. وبعدين طبعا بنديها ريحه الفحم، كده بتكون وصفه كلها خلصانه في الفرن. ايه بقى طريقه التسويه؟ ان احنا بنسخن الفرن على 200، هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا اللي احنا تبلناها باللبن ونحطها كده فوق طاجن الرز اللي واخد الشوربه بتاعت الفراخ، ونحطها على الوش كده، ومخرمين الفويل علشان تنزل كل التتبيله وكل الدهون اللي فيها فتحليلي الرز. هاخد التتبيله كده واغرق الرز بيها، هتدخل الفرن زي ما قلنا، هتدخل الفرن على 200 لمدة نص ساعة، وبعدين عندي من ساعة لساعة الا ربع على 180. بندخل زي الكيك كده، بدخل شوكة او بدخل خلة جوه اي قطعة من الفراخ، يستحسن يبقى الصدر عشان بياخد تسوية اكبر من الورك. اول لما بلاقيه مش بيطلع بمية وبيبدأ ينشف كده ويشد الانسجة بتاعته، يبقى هو كده استوى. انا بفضل اخر ثلث ساعة تشيلوا بقى الفويل وتسيبوها تاخد لون حلو في الفرن، تبقى البخار كله خلاص خلص وشربت المية كلها والتتبيلة، وتبقى ناقص بس ان هي تاخد ريحة الفرن وتاخد اللون بتاع الشواية بتاعت الفرن. اخر حاجة برضو بنخرم تاني علشان تطلع البخار كله، ما تبقاش مضغوطة بزيادة فتعملي مية وتبقى طرية بزيادة. انا عايزينها طرية بس تبقى في نفس الوقت ماسكة نفسها كده ولونها حلو. بقى احنا حطينا الرز وحطينا فوقيه الشوربة اللي سلقناها مع بعض بتاعت قطعتين بس من الفرختين اللي احنا استخدمناهم، وبعدين حطينا عليهم الشوربة كانت سخنة مش ساقعة، حطينا شوية زيت بدل سمنة او زبدة على الرز، وبعدين حطينا الفراخ، حطينا فويل وخرمناه، وحطينا الفراخ عشان تنزلي التتبيلة على الرز وتعملي طعم حلو قوي للرز، وفي نفس الوقت هي تستوي بالطريقة المدخنة دي. بعدين حطينا تاني فويل وخرمناه عشان تطلع لي البخار اللي جوه الفراخ المضغوطة. بطريقة التسوية دي هتدخل على 200 لمدة نص ساعة، ومن ساعة لساعة لربع بعد النص ساعة على 180. هطلع فاصل اجيب النسخة وارجع لكم على طول، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل. وايه بيبقى شكل الطاجن ده لما بيطلع؟ بيبقى شكله كده، الفراخ بتبقى مستويه كده. طبعا في حل تاني بس انا كان عندي شبكه واحده، لو عندك شبكه ممكن تستغني عن فكره ان انت تحطي طبقه فويل كبيره فيها اربع ورقات وكده. ما عندكيش شبكه استخدمي الفويل، الشبكه حتى لو حطيتيها تحطي برده فويل وتخرميها، بس ممكن طبقه واحده تبقى كفايه. بيطلع معانا الرز اللي مستوي بقى من الفرن، بيطلع كده شوية وشوية، ولا واخد كاري ولا واخد اي حاجة غير كركم وتتبيلة الفراخ نازلة عليه، والشوربة بتاعة الفراخ مدياله الريحة بقى بتاعة الفراخ نفسها، ريحة الفراخ موجودة جوه الفراخ، التتبيلة باينة في تتبيلة الفراخ وباينة في الرز نفسه. فهي وصفة للناس اللي بتحب طعم الفراخ عامة وبتحب الاكل البيتي اللي مفهوش بقى اكل سريع، دي وصفة جميلة جدا. بعمل كده، بصوا الرز مفلفل كده وعمال يروح ويجي وليه صوت كده مش مكلكع، ما فيهوش ميه زياده مع انه مستوي في الفرن. بصوا ايه، بصوا المنظر، جمال المنظر واللون، ومفيش اي لون صناعي، ما حطيناهوش بقى لون اصفر ولون برتقاني، هو الفراخ نزلت التتبيله، ادينا له المرقه الطبيعيه بتاعه سلق الفراخ، ما ادينالوش مرقه صناعي، بهرنا الفراخ بتاعتنا حلو، بهرنا المرقه بتاعتنا الطبيعيه حلو، بالقرفه بقى، بالمستكه، بالقرنفل، بالبصل، بالكرفس، كل ده ساعد ان الوصفه كلها على بعضها تبقى ليها طعم غني حلو. بحط كده الرز بتاعي، طبعا دي تكفي يعني عيله كبيره او عزومه كبيره يعني. حط كده الرز، احاول اخليه بشكل متساوي كده، يعمل شكل دائري. واخر حاجه هعملها علشان اديله بقى ريحه التدخين بتاع الشوي،
زي ما بنعمل الكفتة عادي جدا. هجيب فحماية سخنة وحط عليها سمنة يا زيت، وأقفل بقى على الطاجن بتاعي ده بعد لما قدمته، بعد ما حطيت الرز واديله ريحة الفحم، فتبقى ريحة الفراخ واخدة الفحم وريحة الرز نفسه متفحم كده جميل، ومفيش أي حروقة في الموضوع، هو طعم الفحم المدخن واخد طعم الطاجن كله. بجد الوصفة دي جميلة للناس اللي بتشتغل، لأن هي عملت وصفة كاملة من غير لما تقعد تستناها بقى على البوتاجاز، ممكن وهي في الفرن تعمل حاجات تانية كتير جدا. أنا بحب طريقة الطبخ دي عامة، بتكون أحلى. بحط كده ورك قدامه صدر وعكس، بصوا لون الفراخ جميل ازاي، دي بقى الفراخ المدخنة. وفي مرة تاني هنعمل الفراخ المدخنة الترانشات، اللي ممكن تبقى سهلة معاكم ان انتوا تعملوها ساندوتش او تبقى في عشوة حلوة كده. عندي بقى دلوقتي اخر خطوة، ودي من الخطوات المهمة قوي في الوصفة دي، ما تستغنوش يعني عنها، ان انا اعمل الفحمة الاخيرة بتاعتي. بقطع كده فويل واجيب الفحم بتاعي احطه كده في النص، واحط عليه زيت او معلقه سمنه، اي حاجه بس تطلع لي ريحه الفحم. وبعد لما اكون خلصت اروح قافله بقى الكلام ده كده، انا بحب اسيبها 5 دقايق، بس انتوا طبعا لو عايزين تسيبوها من 5 ل10 دقايق بالكتير علشان ما تسودش، تاخد بقى ريحه الفحم براحتها. لو عندكم غطا حله كبير جدا حطوه برضو، ممكن يبقى بديل للفويل. المهم ان هي تاخد ريحة الفحم وتبقى كلها كده شاربة ريحة الفحم وفيها ريحة الفراخ الحلوة. عايزين بقى نخلي الرز ده طعمه خطير بقى، ما يبقاش بس واخد طعم الشوربة ومتلون حلو قوي، عايزين نخليه طعمه هايل. ايه الحاجة اللي بتخلي الرز طعمه حلو قوي؟ اكيد المكسرات. دايما لما بنعمل ديك رومي او بنعمل فراخ محشية بنديها على طول مكسرات كده، بتحلي معانا الطعم اكيد. وبعد لما الرز والفراخ اخدوا ريحة الفحم، وكل لما تسيبوها بس بالكتير 10 دقايق عشان ما تسودش، يعني برضو ما نطولش قوي، 10 دقايق بالكتير. نحط بقى على الوش كده شوية مكسرات، انا مش بحب ان انا احمصها قوي، بحبها تبقى فاتحة كده، في ناس بتحب لونها غامق. حط كده زبيب بقى، لوز، اي مكسرات بقى عندكم كده، تشوحوها مع سمنة مع زبدة مع زيت، او في الفرن كده تحميصة بسيطة تديكم المنظر الجميل ده، وتبقى طعمها حلو قوي كمان مع الرز. يعني وصفة جميلة جدا وكلها في الفرن، للناس اللي مش بتحب تقعد تستنى، لأي حد لسه بيجرب يطبخ الوصفات الكبيرة دي هتكون سهلة قوي بالنسبة له، وكمان هتبقى وجبة متكاملة وريحتها زي ما انتوا شامين بقى معايا كده في الاستوديو. تخيلوا معايا الريحة، ريحة القرنفل مع القرفة مع الكركم، ريحة هايلة مع الفحم. وصفة جميلة جدا وغنية جدا جدا. أتمنى حلقتي النهاردة تكونوا استفدتوا منها، وتستنوني في حلقات جديدة دايما من سفرة دايما. شكرا.